مرحبا. غطى الرماد البركاني مساحات واسعة من أندونيسيا يلي نتج عن انفجار 5 براكين وأدى لإغلاق 3 مطارات تجنباً لخطر تعرض الطائرات لغازات وحمم بركانية بتعطل المحركات. ووصل ارتفاع الرماد الحمم البركانية لأكثر من 2000 متر وبتتضمن جزر أندونيسيا سلسلة براكين نشطة جداً وهي مصنفة ضمن المناطق الخطرة زلزالياً. وبالعودة لطقسنا، طقس صيفي حار ورطب على السواحل عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. الحرارة مرتفعة، رطوبة عالية، البحر معتدل الموج وحرارة 128 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات، وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل عم بتسجل 26 وبلبقى 15، على المرتفعات 24 و13 بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ من فنيدق 29، البترون 31 درجة، الخندق الغميق 32، ناعمة 33، نقورة 30، ومنتقل من بعد نباطية 29، وشطورة 33، بريتيل 35، والخرايب 34 درجة. أما بالنسبة للرطوبة تتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح المي 28 درجة، وسرعة الريح بين 10 و30 كم/ساعة، والريح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين، خلينا نشوفهم سوا. إذا اليوم تتراوح بين 26 و32 درجة، وبكرة بين 27 و33 درجة، ونهار السبت بتتراوح بين 27 و33 درجة أيضا. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. عمان 34، كويت 48، ومن بعدها تونس 40، وأخيرا تنتهي جولتنا بروما 33 درجة. وهيدا كان طقسنا لليوم. أما هلا بترككم تابعوا آخر أخبارنا.